دراسة نشرت في Journal of Abnormal Psychology قد أظهرت أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات الاكتئاب والاضطرابات النفسية. أجرى الباحثون استعراضاً للأبحاث المتعلقة بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية، ووجدوا أن الأفراد الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفرط قد يكونون أكثر عرضة للاكتئاب والقلق والشعور بالعزلة الاجتماعية. تشير الدراسة أيضاً إلى أن الاستخدام الزائد لوسائل التواصل الاجتماعي قد يؤثر على نوعية النوم والتفاعلات الاجتماعية الحقيقية، ممن يسهم في زيادة المشاكل النفسية. انضم إلينا في رحلة من الاكتشاف والإلهام. اشترك في قناتنا لتستقبل كل يوم جرعة من الإيجابية والتحفيز، مع محتوى ملهم يساعدك على تعزيز صحتك النفسية وتحقيق أهدافك في الحياة. انضم إلى مجتمعنا الرائع وكن جزءاً من تجربة تغيير الحياة.